إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا نحلل مع حضراتكم زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر الذي حل ضيفا منذ قليل على القاهرة، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أوزبكستان شوكة ميرزيايف، وتم استعراض حرس الشرف. نحلل مع حضراتكم هذه الزيارة وأهمية هذه الزيارة بأبعادها المختلفة سياسيا واقتصاديا و أمنيا مع دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك معنا دكتور. دكتور، يعني أهلا بك. أبدأ مع حضرتك بالزيارة التي كانت في 2018، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشقند يوم 4 و 5 سبتمبر بالتحديد عام 2018. كان هناك مباحثات مهمة، كان في الاتفاق على عدد من الاتفاقيات والشراكات والتعاون الثنائية في عدد من القطاعات الاقتصادية. من هذا التاريخ وحتى هذه اللحظة وهذه الزيارة التي نشهدها الآن، كيف تقيم العلاقات المصرية الأوزبكية؟ شوف حضرتك، دايما نقول ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبحث عن حلفاء استراتيجيين غير تقليديين. خلاص يعني قتل بحثا ان احنا يكون بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية هذه الشراكة، وما زالت هذه الشراكة الاستراتيجية والاتحاد الأوروبي. ولكن في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بندور على حلفاء استراتيجيين غير تقليديين، ومنهم هذه الدولة، دولة أوزبكستان. وطبعا شفنا زيارات الهند، وشفنا أرمينيا، وشفنا التحالفات اللي بيعملها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول آسيا وشرق آسيا خاصة. عايز اقول لحضرتك ان ده تحالف يعني جميل جدا، لان احنا بندور على الدول اللي في اسيا اللي احنا نقدر نصدر لها المنتجات بتاعتنا، اللي عندها نقص في مستلزمات الانتاج، اللي عندها نقص في بعض السلع الغذائيه اللي احنا نقدر نمدهم بيها، زي ما حصل هذا التحالف اللي حضرتك ذكرتيه في 2018 مع زياره السيد رئيس عبد الفتاح السيسي الى اوزبكستان. وطبعا كان هناك مجالات عديده في او مشاريع عديده اقتصاديه تم بحثها وتم تنفيذها بالفعل، منهم على سبيل المثال التحالف اللي حصل او الخطط اللي حصلت في المجال الزراعي. احنا نعلم جيدا ان اوزبكستان بالنسبه للمستلزمات الشعب او بالنسبه لعدد النسمات اللي موجوده عندهم، المنتجات الزراعيه بتاعتهم لا تكفي، وبالتالي بيحتاجوا الى تصدير بعض المحاصيل عندنا من مصر الى هذه الدوله، وايضا بعض اللي هي اللي بنسميها التقاوي والسماد اللي موجوده عندنا في مصر الى الدوله. يبقى اذا انا عندي تم هذا التعاون في المجال الزراعي، ايضا تم التعاون في مجال التعليم، وحضرتك اكيد يعني نعرف المعاهده او الاتفاقيه اللي حصلت بين معهد في اوزبكستان وجامعه الازهر معهد طشقند، وحصل ان بعض من العلماء الازهر اللي موجودين عندنا بداوا ان هم يسافروا ويتبادلوا الخبرات هناك، وبداوا ان هم هنقول ان هم يعني يدربوا المدرسين او الدكاتره اللي موجودين هناك، وخاصه على الخطاب الديني. عايزين نقول ان دوله اوزبكستان اساسا دوله معروفه عندنا في العالم العربي وخاصه العالم الاسلامي، زي ما حضرتك كده لو نسمع كده دول ما وراء النهر كانت من ضمنهم هذه الدوله، وطبعا في علاقات ثقافيه وتاريخيه كبيره جدا. على سبيل المثال النهارده وزيره الثقافه التقت مع وزير الثقافه اللي موجود عندنا في هذه الزياره، وتم عمل اتفاقيات عديده في كثير من المهرجانات والاحتفاليات اللي موجوده في مصر، وخاصه ان هو دعا دعوه رسميه او عمل دعوه رسميه لمهرجان بخاري الفني اللي هيكون في مايو القادم. يبقى اذا عايز اقول لحضرتك ان هذه العلاقات منذ 2018 حتى الان اجنت ثمارها، بالرغم ان انا عايز اقول لحضرتك ان في 2016 وقبل زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حجم التبادل التجاري بين مصر واوزبكستان 1.5 مليون دولار فقط، وطبعا يعني النسبه قليله او المبلغ قليل، وبالتالي لما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي راح زار في 2018 اعتقد ان الميزان التجاري بيننا وبين اوزبكستان اعتقد ان هو ارتفع، وخاصه في الصادرات المصريه وخاصه في المحاصيل الزراعيه والتبادل
التبادل التجاري او التبادل العلمي بين معهد طشقند وجامعه الازهر، وايضا المجال السياحي. لا ننسى المجال السياحي، لان هذه الدوله بترسل الليره طلاب الى جامعه الازهر عشان يتلقوا التعليم. صحيح. وزادت بعد 2018، فاعتقد ان النشاط الان به سياده الرئيس في 2018 اجنى ثماره وزود معدل التبادل التجاري بيننا وبين اوزبكستان. طيب دكتور سعيد، يعني ربما احتياجات الدول لبعضها البعض بتختلف عبر الزمن، بمعنى ربما احتياجات مصر لاوزبكستان او العكس في 2018 بتختلف عن 2023، وبالتالي في ظل اختلافات وفي ظل تحديات كثيرة تواجه العالم بأسره، اقتصادية وأزمة اقتصادية عالمية وحرب روسية أوكرانية، وقبلها كان ظروف اقتصادية وصحية صعبة بسبب ظروف كورونا، ربما هذه التحديات تجعل الدول تختلف معها الاحتياجات. ما هي احتياجات مصر لأوزبكستان والعكس صحيح في 2023 من خلال هذه الزيارة؟ شوفي حضرتك، احنا عايزين نقول ان ده دايما بتبحث عنه القيادة السياسية، إيه امتى اكون انا متميز في شيء ابدا ان انا اصدره للخارج، وانا محتاج ايه من الخارج كمستلزمات انتاج او كحاجه تسد الاحتياجات الخاصه بعدد السكان اللي موجودين عندي. بالنسبه للبلدين، احنا زي ما احنا قلنا ان اوزبكستان محتاجه من مصر ان انا اصدر لها بعض المحاصيل الزراعيه، وخاصه ايضا الملح، كمان الملح بيحتاجوا الملح، واحنا عندنا فائض من الملح اللي موجود عندنا في جمهوريه مصر العربيه بيتم تصديره الى اوزبكستان ودول اخرى ايضا. كمان عندي حضرتك الجرارات الزراعيه والالات والمعدات الزراعيه اللي موجوده عندي في مصر برضو بتحتاجها هناك لعمليه الزراعه في اوزبكستان. ايضا الغاز الطبيعي، ايضا دكتور الغاز الطبيعي، احنا لسه هنقول الغاز الطبيعي، وخاصه انت حضرتك عارفه ان احنا عندنا مجمع اساله الغاز الوحيد اللي موجود في الشرق الاوسط، وكان في زياره لسه مرتقبه من السيد وزير البترول والمفوضيه الاوروبيه في حفل ظهر لتصدير الغاز الى الاتحاد الاوروبي، طبعا بعد الازمه الروسيه الحرب الروسيه الاوكرانيه. فاعتقد ان الغاز ده حاجه مهمه جدا، وخصوصا بعد حجب روسيا لبعض من الجزء من الغاز المستخدم في الصناعه، 70% من الصناعه في المانيا بتعتمد على الغاز الروسي، واحنا الغاز ما نقدرش نصدره حضرتك الا لما يكون مسال ال بي جي، اللي ما اقدرش اصدره كده في انابيب، ولكن لازم اسيله وبعدين ان انا اصدره. اوزبكستان بعد هذه الازمه ازمه الحرب اللي موجوده عندنا في روسيا، اعتقد ان هيكون سهل جدا ان احنا نوصل ليها الغاز ونوصل ليها اساله الغاز اللي موجوده عندنا في مصر، خصوصا مصر تتمتع بفائض في الغاز نتيجه للمشاريع الاقتصاديه العملاقه اللي موجوده عندنا، ودي حاجه مهمه جدا في خلال هذه الازمه. كمان عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان التامين، منظومه التامين الصحي الشامل اللي موجوده عندنا هنبدا ان احنا ننقلها لاوزبكستان، علشان ان هي ايضا تتعلم من هذه المنظومه في مجال الصحه، ويبدا فكره نقل التجارب المختلفه بين الدولتين سواء صحيا او في عدد كبير من القطاعات هي فكرة أساسية على هامش هذه الزيارة. دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أشكرك جزيل الشكر.